العرب يا سعودي، أسعد الله صباحكم بكل خير. تتفرق الغيوم العالية نهار اليوم في العاصمة الرياض مع 43 درجة مئوية الملموسة، 39 الرطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأها شمالا، طقس حار في كل من سكاكا وعار على 42 28 في كلتا المدينتين. تبوك 39 إلى 26 مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الغربية مدينة جدة فرصة لزخات من الأمطار تكون خفيفة خلال ساعات الصباح 42 إلى 31. المدينة المنورة زخات رعدية من الأمطار متوقعة خلال ساعات ما بعد الظهيرة 42 إلى 31. مكة المكرمة أيضا فرصة لزخات رعدية من الأمطار 43 عفوا إلى 32. والطائف أيضا زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 24، أبها فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 31 إلى 19، أما جازان تفرق لبعض الغيوم 36 إلى 31. المنطقة الشرقية الإحساء طقس حار 45 إلى 30، الدمام 43 إلى 30، وحفر الباطن 43 إلى 33. بالنسبة للمنطقة الوسطى بريدة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بالتالي تعطل زخات رعدية من الأمطار تكون خفيفة ومحلية ومتفرقة الطابع 42 إلى 28 عفوا، العاصمة الرياض 43 إلى 30، وحائل 38 إلى 26. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.